صباح الخير وحلقة جديدة من صباح جديد على القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر، موضوعات وفقرات مختلفة في صحبة الزميلات العزيزات داليا وآية جايماً دايماً. بص أنا وآية دايماً بتنسى بونج. لا 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 أنا بشم باخد نفسي كده بس بحاول أن أنا أبقى. صباح الخير. صباح كفون. صباح الخير. الأخبار كله حلو؟ كله تمام الحمد لله. طيب الحقيقة أنا عندي كده رسالة موجهة لأولياء الأمور، كلنا أولياء أمور وكلنا مش كلنا أو أغلبنا وكتير مننا خلينا نقول ممكن يبقى مستنزف مادياً، مجهد ذهنياً وبدنياً بسبب المتطلبات اللي احنا بنحتاج ان احنا نفي بيها تجاه أولادنا. بس صدقوني أهم شيء وأعظم رسالة الواحد بيعملها تجاه أولاده هو تعليمهم وتربيتهم. صحيح، يعلمهم كويس. فأنا بقول لك إن أنت كمل المشوار، أنا عارف الموضوع صعب بس أنت ماشي صح واختيارك صح في الاستثمار ده بكل تأكيد. واللي بيأكد ده هو الأمم المتحدة النهاردة، يوم هي شايفاه مهم إن احنا نفكر نفسينا كلنا يوم 24 يناير أهمية التعليم، دوره في تحقيق مستقبل أفضل لأولادنا وبالتأكيد في تحقيق سلام وتنمية على مستوى الشعوب. يوم 24 يوم مهم. صحيح يا جد جدا، يمكن كمان من أهم المقاييس اللي بناء عليها بيتم قياس الدولة دي هويتها ثقافتها هو مسألة التعليم واللغة. دول أكتر حاجتين بيقاس بيهم تقدم الدول بشكل أو بآخر في العالم كله، الحفاظ على نظام تعليم كويس وكمان الحفاظ على اللغة، لأن اللغة هي الهوية في النهاية. صحيح. مش مسألة رفاهية. وبنحن نتكلم النهاردة عن التعليم، احنا بنتكلم على حق فعلا من الحقوق الأساسية للفرد اللي ضمنتها كل المعاهدات والمواثيق الدولية. وخلينا دايما نؤكد على أنه ضياع فرصة الأشخاص في حصولهم على حق التعليم ده بيضيع فرصة العالم كله في بناء مستقبل أفضل أكثر إنصافا وأكثر عدلا. ويمكن زي ما أنت قلت يا داليا دي من المؤشرات المهمة جدا اللي بتدل على نجاح أي دولة في بناء أفرادها. أعتقد أنه دايما دايما بيبدأ من بناء الوعي وبناء الثقافة وبناء التعليم، فهو دي أهم حاجات لازم نركز عليها فعلا وهو حق من الحقوق الأساسية. صحيح. ويمكن زي ما انت قلت يا جاد التعليم الجيد والمنصف للبشر هو من أهم الحقوق اللي ضمنتها النهاردة اليونسكو في اليوم 24 من يناير بنحتفل به اليوم العالمي للتعليم وتحقيق المساواة ما بين الجنسين سواء الذكر أو الأنثى، وكمان كسر دائرة الفقر اللي ممكن تكون سبب أساسي في عدم حصول بعض الأفراد على حقهم في التعليم. صحيح. يمكن كمان أكتر الدول اللي أحدثت طفرات في حياتها أو في نمو شعوبها بشكل أو بآخر اليابان وألمانيا، طبعا مش بس على مستوى الصناعة يا جماعة، لا كان الأهم من الصناعة هو التعليم. يمكن الاثنين خرجوا بعد الحرب العالمية الثانية وهما دولتين منتهيتين تماما، لكن النهاردة لو الدولتين دول فيهم طفرات فهي بسبب التعليم بشكل أو بآخر. ويمكن كمان بعض الدول العربية دلوقتي بدأت إنها تاخد خطوات جادة في مسألة إنه تغيير نظم التعليم، وإنها زي ما شفنا التعليم بدأ بكتاتيب في بعض الدول العربية، النهاردة إحنا بنتعلم كل الذكاء الاصطناعي دخل في العمليات التعليميه. بالظبط. حصل تطور في مرحله التعليم كلها. بالظبط. وهكذا يمكن ما فيش دوله في العالم هتقدر تتقدم وتنمو حقيقي من غير نظام تعليم كويس وحفاظ على اللغه، لان اللغه هي الهويه. يمكن كمان في احصائيات الامم المتحده بتقول فيها ان في 285 مليون طفل وشاب غير ملحقين بالمدارس، وكمان في 617 مليون طفل ومراهق لا يستطيع القراءة والكتابة أو حتى القيام بعمليات الحساب الأساسية. والحقيقة أن دي أرقام ضخمة جدا. الأمم المتحدة كمان بتقول أنه في أفريقيا وتحديدا في دول جنوب الصحراء الكبرى بيقل معدل إتمام المراحل الأولى من التعليم الثانوي بنسبة 40%، وكمان بيبلغ عدد الأطفال واللاجئين غير الملتحقين بالمدارس تقريبا 4 مليون نسمة، وطبعا ده رقم كبير جدا. وبالتالي حق الأطفال أو الأشخاص دول في التعليم بيتم انتهاكه بشكل أو بآخر، وطبعا ده مسألة غير مقبولة. يمكن كمان الحروب ومسألة اللاجئين ده زي ما احنا أشرنا من أكتر الحاجات اللي بتضحض أو بتقتل حق بعض الأطفال في التعليم. والأرقام اللي احنا قلناها يعني بحساب نسبتها على العالم طبعا دي نسبة كبيرة جدا. هو
تحدي كبير جدا ان احنا نوصل للمناطق او الدول اللي هي فيها نسبة فقر واسعة او فيها عدد من السكان اللي هو لم يحصل على التعليم. لانه كمان المشكلة كمان وقتها انه بيكون المأكل والمشرب والمأوى هم الاحتياجات الأساسية للإنسان قبل ما نبص للتعليم. رغم أنه على المدى الطويل يعني بعد 50 سنة من النهاردة لا هنلاقي نفسنا في مشكلة كبيرة بالأرقام دي. المسألة مش نظرتنا للأرقام دي النهاردة. المشكلة أن هي مشكلة التعليم مش بس بتكمن في مشكلة أن الفرد يعرف إزاي يقرأ يعرف إزاي يكتب، لكن زي ما أنت قلتي جزء أساسي هو اللغة، لأن أنت عندك كتير جدا من الأشخاص بيفقدوا اللغة الأساسية بتاعت دولتهم، وخاصة في الدول العربية دلوقتي بنشهد ناس كتيرة ممكن تكون بتهتم باللغات الأخرى عن اللغة الرسمية هي اللغة العربية. كمان مشكلة التسرب من المدارس، يعني في ناس بتبدأ عملياتها التعليمية وتحصل على مراحل تعليمية معينة وبتبدأ في مراحل تانية بتفقد بقى فكرة إن هي تكمل هذه المراحل. مشكلة التسرب من المدارس برضو مشكلة من الظواهر اللي بتحيط بتكمن برضو في مشكلة بالتعليم. صحيح زي ما جت كانت تكلم، هو الفقر غالبا بيكون هو السبب الرئيسي لمسألة التسرب. بنشوف اهالي بيخرجوا اولادهم من المدارس علشان يقدروا يشغلوهم بحيث انهم يستعينوا بيهم في اعاله الاسره بشكل او باخر. طبعا ده زي ما قلت على الوضع الاقتصادي للاسر بيبقى هو واحده من العوامل اللي ممكن بتخلينا نوصل للارقام الكبيره اللي انت ذكرتيها. فكره عدم استكمال مراحل التعليم للاطفال دي يعني هي واحده طبعا من القضايا المهمه، ويمكن علشان كده اليونسكو ليها دور. هي المرة الخامسة بتحتفل باليوم العالمي للتعليم، والسنة اللي فاتت احتفلت في نفس اليوم تحت شعار تغيير المسار وإحداث تحول في التعليم، وهي بتحاول تستهدف أكيد الدول اللي فيها نسبة أمية أو نسبة عدم استكمال مراحل التعليم للأطفال وما بعد ذلك. وهتقوم منظمة اليونسكو السنة دي بنشر تقارير ليها علاقة بمستقبل التعليم والتربية عشان يكون في تحول عالمي تجاه قضية التعليم وإعادة التوازن سريعا في علاقتنا مع بعضنا البعض ومع الطبيعة اللي بتمثل أساس العملية التعليمية. كمان اليونسكو جد قالت ان التكنولوجيا اللي اصبحت متداخله مع كل تفاصيل حياتنا ودورها مهم جدا زي ما احنا قلنا في العمليه التعليميه في تقدمه، وبتساهم كمان في تسهيل التعليم على الاطفال وادماجهم سريعا في العمليه التعليميه. ويمكن ده كمان بيقلل من نسب الاشخاص اللي ما كملوش تعليمهم او ما دخلوش مدارس، او بالاساس بتسهل العمليه التعليميه كلها في مراحل دراسيه المختلفه. صحيح. يمكن كمان آية في اليوم العالمي، واحنا النهاردة 24 يناير اليوم العالمي للتعليم، اليونسكو بتقوم بعرض التحولات اللي بتقوم بيها في تطوير التعليم حول العالم، والتأكيد على أنه مبدأ التعليم حق أساسي للجميع لأنه بشكل أو بآخر بيساهم في بناء المستقبل واللي بيتسم بقدر أكبر من الاستدامة والسلام. وكمان اليونسكو بتقدم مناقشات لتعزيز التعليم بوصفه عمل عام ومنفعة عامة، وإزاي ممكن أننا نقدر نحول التحول الرقمي ودعم المعلمين اللي بيعتبروا أساس العملية التعليمية، وكمان بيوجهوا نصائح لإطلاق الطاقات الكامنة لكل شخص علشان يقدر أنه هو يساهم في تحقيق الرفاهية والحفاظ على هذا الكوكب. يمكن الإشارة هنا للمعلمين وتأهيل وتدريب المعلمين وكمان إعطائهم حقوقهم المادية بشكل كافي، ده جزء أساسي ولا غنى عنه من العملية التعليمية، لأنه التعليم زي ما احنا كلنا عارفين ودرسنا طالب مدرس مدرسة كتاب وهكذا، يعني المسألة هي عدد من دائرة متكاملة. بالضبط، عدد من العناصر المتكاملة. اليابان يعني مشيت في الحلقة دي المدرسة والمدرس والطالب، وأكدت على النظام الغذائي أو أنه يبقى كل طفل بيحصل على قيمة غذائية وجبة غذائية، وده يعني اللي ركزت عليه اليابان بما أننا بنتكلم عن النماذج الناجحة. فالنهاردة يعتبر اليوم العالمي للطعام المدرسي في اليابان، والحقيقة أنه نظام التعليم الياباني من أفضل نظم التعليم في العالم، وجزء من العملية التعليمية بالنسبة ليهم هو إزاي يقدروا يوفروا وجبة غذائية متكاملة بتساعد الطلاب إن هم يكونوا في نشاط وحيوية طوال يومهم الدراسي. دي مسألة مهمة جدا. هم يعني هم ما اكتفوش بإن هم يعني قفلوا الكتاب زي ما بيتقال في فكرة إنه أوفر تعليم جيد وإن أنا أقدر إن أنا أطور من منظومة التعليم بتاعتي، لا أنا لازم أوفر وجبة غذائية
للأطفال؟ هو ده طبعا جزء أساسي جدا من يعني إدراك الطلبة أثناء العملية التعليمية، لابد من هم يحصلوا على غذاء متكامل علشان يقدروا فعلا يستوعبوا ده. لكن مش بس في اليابان، عايز أقول لك كمان أنه مهم جدا فكرة أن احنا نحصل على الوجبات زي ما أنت قلت، الوجبات المدرسية. كمان في دول زي السويد وفنلندا وإستونيا، دي من برضو من الدول اللي بتهتم جدا بإلزام الحصول للطلبة على الوجبات المدرسية. مش بس اليابان، كمان بقى في اهتمام كبير جدا في الدول دي عشان تحسن كمان معدلات الحضور بالنسبة للأطفال، عشان الصحة العقلية للطلاب يا آية زي ما قلت هي مش رفاهية. وزي ما احنا اتكلمنا يمكن التعليم هو منظومة متكاملة، طالب، مدرسة، وجبة مدرسية، كتاب، مدرس، كلها عناصر لا يمكن الاستغناء عنها علشان المستقبل يكون أحسن لينا جميعا. دلوقتي فاصل قصير وهنبدأ فقراتنا في صباح جديد.